بس بمناسبة يعني حمدي ولما اتكلمت عنه يعني استوقفني برضو حديث رئيس نادي انبي لما انت بتقول له 3 مليون لك لما هيبقى ب10 يعني هيبقى زي زياد ب10 يعني هو برضك يعني حاطط شروط يعني الماتش ب 300 ألف جنيه ولو فازوا ببطولة مش عارف الدوري مليون جنيه وبند جديد لا وبند جديد حاطه بتاع أولوية الشراء يعني دي حاجة جديدة بس خد بالك في العقود يعني فكرة انت نادي بيبقى ايه أحقية الشراء بس يبقى ب10 لكن ده حاطط لك كلمة النهاردة أولوية مبنوش عشرة نتيجة انجازات فيتهون انما العشرة ياخدها كده كده اولويه ما التاني كان زياد كان كل شويه كونفدراليه مش عارف كام المبلغ كان ايه فاعتقد كان عبد الله سعيد الدفع له فلوس الكونفدراليه وما كانش ما انا بقول لك اللي كان عامل نسخه العادي ده ما كانش بيقرا بيجيب كوبو بيست كده كده بيشيل الاسم بطل الاسم عمرها حصلت دي يا غريبه هو موضوع العقود مع نادي الزمالك فيه مشكله مش الفتره دي من 3 4 سنين حاجة غريبة بدليل كل المشاكل والغرامات اللي بتيجي عليك انت عارف النهارده عشان كلها عشان بوجي خد حكم النهارده لا ده انا قريت حاجة يعني هو كان يعني كان ليه مبلغ الدفع 120,000 دولار جال غرامة 200 يعني اتأخر الزمالك عن سدادها رفع قضية 200 غرامة يعني أكتر من المبلغ الأصلي تخيل يعني لا دي مشكلة فعلا لا هو نادي الزمالك عنده مشكلة لا وفي توقيت إيه يعني اللاعب مثلا اللي هو دلوقتي المصارع عليه وهيجي بوبنزا مش هيجي فيعني في حاجة كده قصة طريفة فيها إيه؟ في الموضوع ده يعني هو طبعا خلاص يعني هو مش جاي نادي الزمالك وده تصريح من نادي الزمالك لا من مش بنتكلم عن وكيله من نادي الزمالك بس النهارده وكيله قال كده لا انا بقول لك ان الزمالك يعني اعلن الزمالك مؤخرا يعني الزمالك خلاص يعني ده قال ان هو خلاص أكيد انا باكد من ساعة ولا ساعتين لا انا بقول لك يعني من خلال اتصالات يعني هو ما قالوش رسمي بس انا بقول لك اقصد يعني اتصالاتك دي مش يعني رسمي خلاص الزمالك دلوقتي قليل يعني لان هو حاليا الزمالك مش في الصفقة الزمالك بيفكر هل هناخد اجراءات قضائيه ضده هل احنا موقف ما هو ده اللي بيعدل قدام الزمالك خد الاجراءات وخد فلوس ما هم بتاخد ما انت بتاخد بس اللي انت الاجراءات اللي خدتها دي هتجيب نتيجه ولا لان الطريف في الموضوع ده ان هو يعني انت عارف الكابتن حسين بيتكلم شويه انجليزي فقال لك احنا خلاص ايه اللي بعتنا اللاعب وخدنا الاجريمنت فواحد سمعه قال لك الاجريمنت فقال لك ايه البطاقه الدوليه وصلت لنادي الزمالك وهذا الكلام على هذا الاساس الفتره اللي فاتت ده كان كل الكلام ان البطاقه الدوليه جت هو كان الراجل بعت موافقه من خلال وكيله ففي فكره ان هو البطاقه الدوليه وصلت والناس اللي بتتكلم عنها ليها كام يوم وناس رابطه ان هو البطاقه الدوليه لا بس ما طلعوها على لا هو اللي حصل ان هو كان في موافقه طب هو البطاقه الدوليه مين بعتها؟ ما هو الاتحاد بتاعه ما بعتش هو اللاعب فري اللي حصل ان هو اللعيب دلوقتي رافض ان هو يرد على تليفونات نادي الزمالك تماما هو او وكيله طبعا اتقال ان هو ليه وكيل في الشرق الاوسط وليه وكيل بعد كده عالمي والكلام ده كله هو اللاعب دلوقتي الزمالك فاشل في التواصل معاه بعد ما حجز تذاكر الطيران والتواصل معاه اللعيب الزمالك لم يتواصل معاه والزمالك اغلق الملف الزمالك دلوقتي بيتفاوض حول ليه حقه ان هو الوقع الاتفاق المبدئي الوقع عليه ده انه نادي الزمالك يحق ليه ان هو يتخذ بيه بس الزمالك ما حولوش فلوس لا 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 مفيش ما هو فيش الزمالك هو حتى الان فكره العقود والاتفاق المبدئي ما جاش عارف لو كان هقول له فكره الاتفاق المبدئي وهو برضك نادي الزمالك يلوم برضك انا مش بتكلم على نادي مثلا الاهلي او منافس او اشخاص خارج الزمالك ان هو في كلام ان هو اللعيب في وصلت له رسائل سلبيه انه خلي بالك نادي الزمالك ما بيدفعش فلوس لل وده بقى كلام مش كلام افراد ده انا بتكلمك على مسؤولين يعني مسؤولين صح لا ما انا بقول لك انا بحكي لك مش بحكي على افراد يعني ما راحش لعمر فرج وما راحش للبنتايك وما راحش لمحمد حمدي وما راحش لا ما في ميشالاكا البولندي اللي بيبعت الرسائل انا بنقول له بس لحظه بس في الراجل بتاع بولندا بعت له بسرعه بس مش مع ارقامهم لحظه بيقولوا لي ان الراجل قرب ممكن يجي الخميس طب انا اقول لك حاجه استنى بس مش في ناس بتبعت رسائل يا اللي بتبعت في ميشالاك اهو اسمه ميشالاك اسمه الحق ابعت له عشان بيقولوا انه احد قال اوكي مش ده احد قال اوكي بس عشان الجمالي. بس برضه يا استاذ محمد يعني في بيحصل في الاهلي والزمالك ان هو لما كان نادي وكان في الفتره اللي فاتت هو بقول لك مسؤولين في الزمالك يعني عشان ما يبقاش من حيث الظرف لما كان الاهلي بيفاوض نادي بيفاوض لعيب كانوا بيدخلوا في الصفقه لافسادها او رفع المقابل المادي ده مين اللي كان بيعمل كده؟ كان في بعض المسؤولين في نادي الزمالك بيعملوا كده يعني في مسؤولين في نادي الزمالك المجلس الحالي ولا اللي فات؟ لا اللي فات وبرضك وفي الاهلي برضك الحاج محمد عبد الوهاب قال لك احنا كنا بنعمل كده برضو عشان لو محمد وفد كان مكان ابويا عايش مش كان في مجلس في الاهلي طب وماله مش في مجلس في الاهلي يعني بقولك خلينا في دلوقتي ما انا بقولك في اعتراف ما هو بنتكلم على انا بحكي فيه لعيبه كان في مجلس اداره نادي الزمالك بتعمل كده وفي النادي الاهلي وفي صفقات في النادي الاهلي كان بيجيبها بس مش دي عشان صفقه او فانا بدي لك ما انا بدي لك ده وخلي بالك انا من وجهه نظري في الاخر ده هو لعيب الزمالك فوضه
يعني ما هو النادي الاهلي بالرمضان لينا كام شهر بنتكلم بالرمضان جه بالرمضان اتاخر. انا بدي مثال انه في بيراميدز فوض بيراميدز الاتحاد فوض فلان المصري فوض ما هو مين اللي بيفوضوا مع اللاعبين على مين؟ الاهلي والزمالك. فانت بتضرب مثل بالاهلي والزمالك مش للمقارنه يعني بس ان انت بتضرب مثلا فبنكشك بس عشان بس تكون فانا وجهه نظري تكون بريت في الاجازه ولا حاجه. لا 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 وجهه نظري بالنسبه للزمالك هو لعيب كان طبعا لعيب مميز وصفقه مميزه لكن في النهايه دي في مفاوضات الزمالك طيب. حاول معاه واللعيب بعد ما وافق تراجع عن اتفاقه. طب سؤالي بقى لوليد بس عشان في جزئيه بس انت بتقول للعيبه وده ما بيحصلش. انا بقول لك حاجه في لعيبه بتستغل الانديه يعني بن شرقي لم يكن يقتل الزمالك. بن شرقي وكان عمال يظبط عشان يظبط استغل نادي الزمالك واستغل اسم الزمالك وخلاص ورغم جاي. الزمالك عرض وصل العرض يعني من 600 لمليون دولار وهو بن شرقي الكلام ده ببص للكاميرا اقوله للجمهور كان اللي بيعمل كان اللي بيعمل اماثل للعيبه يعني بن شرقي اي واحد كان بيدعي ان هو حب للزمالك وكان جاي الزمالك ما هو لعيبه بن شرقي كان بيستغل اسم نادي الزمالك طيب. عشان يجدد وبالراتب العوده طيب. لكن بن شرقي الجمهور لم يكن يفكر في العوده للزمالك طيب. للاسف الشديد يبقى الجمهور نادي الزمالك حاول معاه مجلس اداره الزمالك وادى له اغراءات وارقام كبيره وكانت طيب. هتثير مشاكل في الفريق طيب. ومنها زيزو قال لك ازاي انت بتعرض على لاعب المبالغ دي وانا اللي موجود معاك مش هيقول لك اللي زي كده.